سبت، عارفين السبت؟ واحدة منزل الجوسة كوباية شاي في السبت، مسك السكينة وضبح الراجل قدام العمارة. ان احنا نبص على بعضنا. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة سعمة حنفي، قناة خصصناها بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم النصيحة، بنقدم العزة، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غيرنا. الجريمة النهاردة اللي حصلت في حلوان. ايه المشكلة لما كل واحد يخليه في نفسه؟ ايه المشكلة لما كل واحد يحط لسانه في بقه؟ ايه المشكلة لما انت مادام محدش جه عندك ولا حد يكلمك بتتدخل في الموضوع ليه؟ ايه الحكمة ان احنا ما نراعيش جيراننا؟ ايه الحكمة ان احنا نقعد نتنمر ونضحك ونهزر ونجرح جيراننا؟ مش كل واحد على قد تفكيره، مش كل واحد على قد علامه. تعال نشوف ايه اللي حصل بسبب سبت. عارفين السبت اللي بنحط في الخضار، اللي الست لما تبقى ساكنه فوق ويجي راجل بتاع الطماطم تنزل له السبت يحط الطماطم وتشده، تشد الطماطم تطلع فوق بالسبت؟ مش معروف الكلام ده؟ ايه اللي يخلي الموضوع ده يوصل لجريمه قتل؟ تعالوا بينا قبل ما نشرح ايه اللي حصل في حلوان وازاي السبت كان سبب في جريمه قتل، ادعوكم للاشتراك في قناه سعمة حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت ازاحه الحلقه. الموضوع ببساطه، زوج واقف تحت العمارة اللي هو ساكن فيها، الراجل ده محترم جدا وكل الناس بتجيله عشان يحل مشاكلها، فكان هو في العمارة كبير العمارة. ما هو لما يكون واحد محترم، واحد رزين، واحد بيته مفتوح للناس كلها، واحد ما بيقفلش بابه قدام حد، بيسمع للصغير قبل الكبير، ويصلح بين الزوج وزوجه وزوجها، وبيصلح بين الشباب وبعضيها، وكل الناس بيقولوا، المفترض ان احنا بنحترمه مش نغير منه. للاسف الحاج محمد ده الرجل المحترم، في واحد في العماره غيران منه، يقول لك هو عامل نفسه كبير على ايه؟ يا سيدي الكبير مش بالكلام، الكبير بالفعل. هو ما قالش للناس خلوني كبير، الناس هم اللي خلوه كبير بسبب كرمه وحله للمشاكل وكلامه الموزون وعلاقته الحلوه مع الناس كلها وكرمه، فشيء طبيعي ان الناس كلها تقدر وتحترمه وتكبر. اما جاره اللي في نفس العماره متضايق منه، هو عامل نفسه كبير العماره ليه؟ هو عامل نفسه كبير البيت؟ هو كان قال لك يا اخي هو كبير عليك؟ المهم الراجل ده قاعد جايب كرسي وقاعد تحت البيت، فعايز يشرب شاي، فاتصل بمراته قال لها اعملي لي شاي، فقالت له حاضر بس مين اللي هنزل لك الشاي؟ قال لها هنزل الشاي في السبت. تخيلوا بقى كوباية شاي في السبت نازلة، كوباية شاي نازلة من 7 دور. جاره اسمه مصطفى. انت مالك يا مصطفى؟ يعني نفسي اسأل مصطفى. الراجل بيكلم مراته ابعتلي كوباية شاي، حطت له كوباية الشاي في السبت وبتنزلها له. يتكب الشاي ما يتكبش، انت مش داعو، شكلها حلو شكلها وحش كوباية الشاي وهي في السبت، انت مالك؟ واحدة منزلة الجثة كوباية شاي في السبت. عشان كده الجريمة دي سموها جريمة سبت البلكون، السبت اللي نازل من البلكون. المهم الراجل قاعد يقول لها اوعى الشاي تقيل. طب انت مالك؟ جوزها تحت، جوزها تحت، الشاي تقيل، خلي بالك من السبت، اصل الشاي تقيل، كنت حطيت الشاي لوحديه والميه لوحديها عشان الشاي تقيل. يا عم انت مالك؟ فالراجل بيستغرب، بيقول له انت بتتكلم مع مراتي ازاي كده؟ قال له اصل هي بتنزل السبت في الشاي والشاي تقيل، اصل عامل لك الشاي تقيل، وابتدى ينكت ويضحك على الراجل. فالراجل بيقول له احترم نفسك، دي مراتي ومفيش بيني وبينك كلام. مسكوا ببعضيهم، راح الشاب مصطفى مسك السكينه وضبح الراجل قدام العماره وراح هربان. طبعا الشرطه جات، الاسعاف للاسف كان الراجل المحترم لقى حتفه في الحال. ايه اللي حصل؟ الناس كلها حكت ان الست بتنزل لجوزها كوبايه الشاي في السبت، فهو ابتدى يسخر من الست وينكت عليها ويضحك الناس عليها. فزوج الست لما لقى ان قله الادب دي، فحصل مشاده بينه وبين الشاب ده، راح جاب سكينه وذبحه قدام العماره. بالبحث والتحريات لقوه مستخبي عند واحد صاحبه،
تم القبض عليه، اعترف اعترافات تفصيلية انت عملت ليه كده، قال انا كنت متضايق منه جدا، كان عامل نفسه كبير البيت والناس كلها بتجيله وعامل نفسه ان هو حلال المشاكل، فما صدقت ان انا افضي كل غل فيه لما لقيت مراته منزله السبت فيها كوباية شاي، فقعدت اقول له كوباية الشاي تقيلة السبت هياخدها ويقع، وقعدت نكت عليه فما عجبوش الكلام فابتدى ان هو يشتمني، فانا جبت السكينة ودبحته. يا جماعة هي ايه المشكلة لو كل واحد يخليه في نفسه؟ ايه المشكلة لما كل واحد يحط لسانه في بقه؟ الجار ما جابلكش سير وعايش لوحده في حاله هو ومراته، الناس هي اللي بتجيله، والراجع عايز يشرب شاي، ايه المشكلة؟ تنزل له الشاي في سبت، يفتح بقه وتقبل له الشاي هي من 7 دور في بقه، وانت مالك؟ انت يعني انا نفسي اعرف جريمة قتل كلها تمت بسبب كوباية شاي في سبت؟ طب ذنب الرجل اللي مات ده، وذنب هذه الزوجة ان كل تفكيرها انها تحط كوباية الشاي في السبت وتنزلها لجوزها، ومش عيب على فكرة، ايه المشكلة لما واحدة تنزل كوباية الشاي في السبت؟ لا عيب ولا حرام، بتنكت عليها وتضحك الناس عليها ليه؟ اتكبت كوبايه الشاي في السبت والشاي نجط على السبت، طب انت مال الشاي اتكب عليك؟ ابدا. الشاي تقيل ولا خفيف؟ مش انت اللي تشربه. والراجل جثه ما هو شايف السبت وهو نازل ما اعترضش، انت بتعترض ليه؟ اللي يزعل في الموضوع ان الجيران والناس في الشارع شايفين الشاب وهو بيروح يجي يجيب السكينه وراح يضرب الراجل، ما حدش قال انت بتعمل ايه، محدش قال له ايه قال يا مجنون، محدش قال للراجل ده انت ايه اللي بتعمله ده، محدش حش عن الراجل الكبارة اللي هو بيحل مشاكل الناس، سابوه وكلهم قالوا يا عم الناس دعوا احسن يلوشنا بسكينة نيجي نمسكه نخبطنا ياما ما ينولش المخلص اللي تقطع هدوم، كله خاف وقعد يتفرج وهو بينغص في الراجل 6-7 طعنات قضى عليه، رغم لو فيه 3-4 شباب. صحيح الواحد لو دخل لوحده ممكن يلوشه، بيشلف وشه، طعنه في قلبه، نغزه في بطنه، ممكن، لكن لما يكونوا 3-4 شباب مش هيقدر عليهم، التلاته هيكتفوه، لكن للاسف كله بيقعد يتفرج، والخصله الجديده بنمسك الموبايلات. طب ايه فايده الموبايلات؟ يقول لك اسجل اللحظه، لحظه اللي بيسجل، ما هو الراجل قتله قدام الناس كلها، مش محتاج تسجل اللحظه لان هو مش هيقدر ينكر لانه قتله في الشارع. بنقعد نسجل لحظات احنا المفروض نكون مشاركين فيه في انقاذ الراجل، يعني لو واحد حضن وقال له خلاص صلي على النبي صلي على النبي كان الموضوع انتهى. الست بتزعق فوق وتقول حشو جوزي حشو جوزي، والشباب واقفين يتفرجوا، الست بتصوت والستات في البلكونه قاعدين ينادوا بعضيهم شوفوا اللي راجل بيموت الراجل، ما فيش حد منهم نزل يخلص. ما اعرفش دي سلبيه ولا جبن ولا كل واحد يقول لك الباب اللي يجي لك منه الريح سده والسريح، ولا يقول لك يا عم احسن بكره وبعد يبقى يحطني في دماغه دوات صايع. جرى يا جماعة السلبية دي بقت فينا ليه؟ بقينا وحشين مع بعضنا ليه؟ بقى نقعد نتفرج على المصايب ومنشاركش في حلها ليه؟ الراجل اللي مات ده كان بيحل لكم مشاكلكم، ما فيش حد يتدخل عشان يساعده ولا حتى يحل له مشكلته مع جاره ده، كله ده بسبب سبت في كوباية شاي. شوف بنية البعضين عشان خاطر ايه؟ شوف وصلت التفاهة فعلا، حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط اهو، رغم ان الراجل ما عملوش حاجه، الراجل ما عملوش حاجه، ده كوبايه الشاي في السبت. نقتل عشان الست منزله كوبايه الشاي في السبت؟ ضيعت نفسك وقتلت راجل ورملت زوجه ويتمت اطفال عشان ايه؟ عشان متغاظ من الراجل ان بيحل مشاكل الناس؟ هو ما قالش على نفسه كبير، الناس هم اللي قالوا له نروح عند الكبير، هم اللي سموه كبير، وانت تغيظك ليه؟ ما تخليك في حالك، ما كل واحد يخليه في حاله، لو كل واحد خلاه في حاله، لو كل واحد ما بصش لجاره، لو كل واحد خلاه بس جوه بيته، لو يعرف ان زي ما ليك عيون الناس ليها عيون كان المواضيع كلها تتلم، لان ما كانش في حد هيتدخل في شؤون حد، وما حدش كان هيحط مراخينه في شؤون حد، كان كل واحد يقول يلا نفسي. لكن للاسف احنا كل واحد قال يلا نفسي امتى؟ لما كان في جريمه قتل، كلنا بس افتكرنا دلوقتي نقول يلا نفسي.
لكن في ان احنا نمسك سير الناس، ان احنا نبص على بعضنا، ان احنا ننتقد بعضنا وكأننا ملائكة، هو ده اللي بيحصل. غير كده للأسف يا جماعة، ده النبي وصى على سابع جار، مش على جار اول ولا تاني ولا تالت، ده سابع جار. لكنه ليه كل حاجة اختلت توازنها؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.